صباح الخير لكل اللي عم يتابعونا اليوم، ان شاء الله يكون نهاركم خير وصحه وبركه. اليوم رح نعمل دجاج بالفستق. هلا مو بس دجاج وفستق مكوناتي، اكيد في عندي مكونات كثيره. رح بلش بتتبيله الدجاج. لازم تكون تتبيله الدجاج كثير بسيطه، ما فيها النكهات القويه، لانه الدجاج بعد ما يتبل وينقلى رح ارجع احطه بخليط، يعني مجموعه من الخضار، الصوصات، النكهات الثانيه. حتى الرز رح اعمله رز ابيض ساده، بس رح استعمل ملح وفلفل للرز. خليني بلش بتتبيله الدجاج. اول شيء عندي ربع كوب من النشا، فيني استعمل نشا او الطحين، الاثنين بيشتغلوا. رح تبل النشا بمعلقه صغيره من البيكنج باودر، عندي بودره ثوم وزنجبيل وبصل، نص معلقه صغيره مثل ما قلت. يعني انا الدجاج رح اعطيه نكهه، بس ما بدي اياها النكهه تكون قويه، فمشان هيك نص معلقه من هي البهارات. وعندي اكيد الفلفل الابيض وعندي الملح. هي تتبيله الدجاج. هلأ عندي هون نص كيلو من الدجاج المقطع مكعبات، رح لكم بهي التتبيلة، يعني هلأ رح لكم قطعة قطعة لحتى أضمن إنه كل قطعة اتبلت أكيد أخذت تتبيلتها من النشا مع البهارات. مثلاً خليني جرب معاكم وحدة هيك، صارت جاهزة. هلأ بس خلصتهم كلهم، عندي هون مجهزة أنا ربع كوب من الزيت النباتي، رح حط الزيت على بالمقلاية وقلي فيهم الدجاج. هلأ هون بالنسبة للرز عندي بمقلاية كمان رح استعمل تقريبا ربع كوب من الزيت النباتي. مثل ما قلت أنا ما بدي نكهات قوية لا للرز ولا للدجاج، لأنه نكهات رح تكون عندي بالمقادير تبع الخضار والصوص. عندي هون كوبين من الرز، هلأ هن كوبين كبار هدول الرز، يعني فيكم تعيروا. هلا اهم شيء انه انا عير بنفس الكوب اللي عيرت فيه الرز عير فيه المي. الرز عم بستعمل الرز الطويل او البسمتي، بدي لكل كوب من الرز بدي كوب ونص من السائل او المي. هلا مثل ما قلت انا رح اطبخها بمي، هون عندي انا معيره المي وبدي اياها لتغلي لحتى حطها فوق الرز، واكيد لبين ما تغلي عندي بكون انا قليت شوي الرز، وراح اضيف بس ملح وفلفل. هي مكونات الرز، لأنه مثل ما قلت أنا النكهات كلها موجودة عندي بالخضار والصوصات اللي رح نحضرهم مع بعض بالفقرة الثانية. هون حطيت ملح وفلفل أبيض، هلأ على نار هادية رح قلي الرز شوي لبين ما تكون المي غلت عندي، بضيف المي بقلبهم بس يصير المزيج يغلي عندي كله كامل، يعني يغلوا مع بعض كلهم الرز مع المي. بهدي النار وبغطي الطنجرة وبترك أكيد الرز ليتهدى. هلأ خليني هون شغل تحت الزيت لأنه رح أرجع لك الدجاج حبة حبة. فيكم تعملوها قطعة كبيرة وبعدين تقسموها وقت يعني إذا ما بدكم تتعذبوا فيها، وفيكم تعملوهم هيك تلكوهم وبتقلوهم بالزيت. أكيد هلأ رح نرجع أنا وأنتم لعند الصبايا، وبفقرتنا الثانية رح نحضر مزيج الخضار مع الفستق مع الصوصات اللي رح نقدمها مع الدجاج والرز. كثير لإلك شيف، يعطيك ألف عافية. يسعد صباحكم عن جديد. صار الوقت لحتى نكمل وصفتنا. اليوم عم نعمل دجاج بالفستق. هلا غير الفستق اكيد في عندي مكونات ثانيه، بس عندي المكون الاساسي اللي هن ما بقدر غيرهم، الفستق والدجاج. الدجاج بعد ما تبلناه بتتبيله كثير بسيطه اللي هي نشا مع البهارات، بودره ثوم وبصل وزنجبيل وملح وفلفل ابيض، وحطيت معلقه صغيره من البيكنج باودر، قليتهم بزيت. هلا نفس الزيت اللي قليت فيه الدجاج حطيتهم هون بالطنجره، رح استعملهم لحتى اللي فيهم اكيد الخضار. رح بلش عندي بحبة من البصل مقطعة مكعبات. هلأ أنا نعمتهم شوي، يعني مو كل العالم بيحبوا إنه البصل يكون خشن بالأكل، بس إذا أنتم بتحبوا أكيد فيكم تفرموهم أخشن من هيك. هون ما رح أطبخ الخضرة لحتى تستوي وتصير كتير طرية، يعني دائماً بالمطبخ الآسيوي بنعتمد إنه الخضرة تضل هيك عم تقرش، وأكيد بتضل يعني بهي القرشة بتعطيني طعمة أطيب، والفوائد أكيد بتضل أكتر من إنه تستوي استواء كامل. هون عندي ثلاث حبات من الجزر مقطعين شرائح رفيعة كتير لحتى ما ياخذوا وقت طويل يعني بالاستواء، أو لحتى يطروا عندي وياخذوا من النكهات الثانية. رح أضيف عندي هون حبتين من الفليفلة الملونة، عم استعمل الأخضر والأحمر.
كمان مقطعين مكعبات شوي خشنة. بعدين هون رح حط يعني المكون اللي بحسه أنا بيعطي هاي الطعمة للوصفات الآسيوية، اللي هو معجون الثوم والزنجبيل الفريش. ما عندي فريش، برجع بقول ممكن حطهم الباودر، بس دائما الفريش له طعمة أطيب. يعني حتى إذا استعملتوها شي مرة، بس أنتوا يعني أول ما تحطوها شموا الريحة كيف رح تطلع، ريحتهم كتير طيبة. عندي كمان نص كوب من الذرة المسلوقة. أكيد شايفين يعني أنا بس كل مكون عم حطه عم قلب شوي لبين ما يخلصوا عندي المكونات، وخلص تكون وصفتي صارت جاهزة. مثل ما قلت، المكون الأساسي عندي الفستق، حمصته أكيد الفستق بشوية زيت، يعني ممكن ينحط ني بس أنا بفضل إنه يكون محمص شوي. هلأ هون رح هدي النار تحتهم شوي لحتى نعمل الصوص. عندي هون كوب ونص من المي، رح ضيف عليه هون معلقة من النشا. أكيد رح دوب النشا بمي تكون باردة لحتى ما تكتل عندي، ورح ضيف باقي المكونات. هلأ باقي المكونات فيكم تحطوهم مع المي، وفيكم تحطوهم دغري على الخضار. عندي نص كوب من الصويا، باعتبار إنه الصويا بتجي مالحة فما رح استعمل ملح، رح حط بس فلفل أسود. ورح ضيف عندي معلقة كبيرة من الشطة، هي اختيارية الشطة السائلة. هلأ ما رح تعطي حدودية كتير قوية لأنه يعني عم حط بس معلقة كبيرة، بس أكيد مثل ما دايماً بقول إذا في أطفال أكيد بستغني عنها. ممكن تحطوا بديل عنها زبدة الفستق لحتى تركز لي نكهة الفستق بالوصفة. عندي معلقة كبيرة من الخل، عندي معلقة كبيرة من العسل اللي بيشتهر كمان فيها المطبخ الآسيوي، وهي النكهات بين المالح والحلو. هلا اخر مكونين اللي بقيوا عندي اللي رح ضيفهم اخر شيء بعد ما اطفي النار، اللي هن السمسم والبصل الاخضر. هلا هون رح ضيف هذا الخليط فوق الخضار واتركهم تقريبا دقيقتين ثلاثه، رح رجع فوقهم الجاج واتركهم كمان دقيقتين ثلاثه، ضيف البصل والسمسم، واكيد رح اقدمها مع الرز الابيض اللي جهزناه بالفقره الاولى. هلا رح نرجع لعند الصبايا أنا وياكم، تابع باقي الفقرات، وأكيد بنهاية الحلقة رح تشوفوا الشكل النهائي لطبقي لليوم. مثل ما قلت أنا الرز يعني رح أرجع لكم على السريع لأنه حسيت صار فيه كتير مكونات. عندي الرز عملته سادة أبيض بس ضفت له ملح وفلفل، الرز طويل أو بسمتي. وعندي الخضار هون هلأ بلشنا فيهم وعملناهم، أكيد اللي موجود عندي من الخضار منهم بضيفها، اللي معنا موجودة عندي عندي الأساسي بس الفستق أكيد. وحطينا الصوصات اللي هنن إذا بتحبوا الحد فيكم تحطوا الشطة السائلة، أكيد العسل كمان إضافته بيعطيني هي الحلاوة الطيبة. هون بس غلو عندي رح ضيف الجاج اللي حضرنا، وآخر الشيء البصل والسمسم. بنهاية الحلقة رح تشوفوا هذا الشكل النهائي، رح نرجع لعند الصبايا برجع بلاقيكم بآخر الحلقة. يسعد صباحكم عن جديد، اكيد صار الوقت لحتى تشوفوا طبقي بشكله النهائي. اليوم عملنا دجاج بالفستق مع رز ابيض. ما تستغربوا المكونات اللي استعملتها والطعمات اللي حطيتها، يعني هي صح وصفه غربيه بس دائما احنا بنعدل هي الوصفات لتتناسب اكيد مع الطعمات اللي بنحبها واللي متعودين عليها. حاولوا تجربوها لانه انا متاكده انه رح تحبوها، واذا حبيتوها ما تنسوا تخبرونا اكيد. وبشوفكم ان شاء الله السبت بوصفه جديده.